48. لا من نفس الحكاية اللي كنا فيها عشان ننظم الماضي في الحاضر والجديد إن شاء الله ندخل فيه كده إيه قليلا يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صفحة 37 اسكت يا شيخ، هنراجع بس كده، هنراجع عشان تفتكروا احنا كنا لنا شهرين تقريبا 37. طيب حلو، من اول الموضوع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، من اول ولا يرضى. حقر على المسح تدخل في الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سامحني يا أستاذ، مش ينفعش كده، عيب عليكم، في درس هنا مش كده، شوفوا لكم مكان بقى هنا، ما ينفعش، ده أنتوا واحد الناس بتصلي وأنتوا ما تقعدوش هنا، خليكم في مكان تاني بعد الدرس. ما ينفعش كده، صوتكم هنا مش هينفع، يا تمشوا انتوا احنا نمشي احنا، ما ينفعش الكلام ده. ها؟ لما يمشوا يا اخي مش كده، ده في ودننا، وبعد الصلاه حتى في الصلاه قاعدين قدامنا، ما فيش حياء في الدين. ايه ده؟ انا هكمل، بس مش كده يا مولانا، اتعلموا الادب قبل العلم. في قاعة للنساء وفي قاعة الدرس. الله يشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ السنوسي شارحا: اعلم ان هذه الاول المثل. قال: ولا يرضى لعقائده حرفة التقليد، فإنها في الآخرة غير مخلصة عند كثير من المحققين. قال: اعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم، لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم أو لا. والأول إما أن يكون لسبب، وأعني به إما ضرورة أو برهانا أو لا، وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مرجوحا أو مساويا. فأقسام الجزم اثنان، وأقسام غير الجزم ثلاثة. انت ذكرت في الحاشة في الحامدي ولا فوق؟ لا. ماشي. اعلم ان ده الشرح ده خلاص. اعلم ان الحكم الحادث ينشأ عن امور خمسة: علم واعتقاد وظن وشك ووهم. هذه هي الامور الايه الخمسة. لان يعني هنا يعلل لماذا كان الحكم الحادث ينشأ عن ايه، عن امور خمسة، لان الحاكم بامر على امر، والحكم ايه، ها ايه تعريف الحكم؟ اثبات امر او نفيه. يبقى لان والحكم مصدر يستدعي حاكما خلاص، ويستدعي محكوما به، ويستدعي محكوما عليه، ويستدعي نسبة خلاص. حافظ؟ نعم سيدي. يبقى لان الحاكم بامر على امر، يعني على امر اخر مش على نفس الامر، ثبوتا او نفيا، لان الحكم اما نفي واما ايه اثبات، اما ان يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم او لا. يعني ان كان الحكم على جهة الجزم يكون ايه، كم قسم؟ اثنان. وان كان على غير جهة الجزم يكون ايه، ثلاث.
والأول اللي هو إيه؟ أن يجد في نفسه الجزم، إما أن يكون لسبب، وأعني به يعني السبب إما ضرورة أو إيه؟ أو برهانا أو لا. وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله أو مرجوحا أو مساويا، يعني شوف مرجوحا راجحا أو مرجوحا أو مساويا. هذا كم قسم؟ ثلاثة. واثنين عدوا بكام؟ خمسة. وأقسام غير الجزم ثلاثة. ويسمى الأول من قسمي الجزم، أقسام الجزم اثنين، الأول علم وإيه؟ معرفة. تمام. ويقينا، يعني كلمة علم ومعرفة ويقين دول واحد، يعني يسمى علم إما يسمى معرفة إما يسمى يقين، بناء على إيه؟ على ترادفهما، يعني يسمى علم وأيضا إيه؟ يعني لو قلنا يسمى علما أو يسمى معرفة ويقينا أو يقينا أو قلنا واحدة ينفع، لأنه قال يعني علم ومعرفة يعني أو معرفة، لأنه هنا المعرفة والعلم مترادفة، واليقين يفيد الإيه؟ يفيد العلم. يبقى الثلاثة دول إيه؟ واحد. والثاني يسمى إيه؟ اعتقادا. ويسمى الأول من أقسام غير الجزم ظنا، والثاني وهما، والثالث إيه؟ شكا. إذا عرفت هذا فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة اللي هم إيه؟ الوهم والشك والظن، فالإجماع على بطلانه. وإن حصل عن القسم الأول اللي هو العلم أو اليقين أو المعرفة فالإجماع على صحته. وأما القسم الثاني اللي هو الاعتقاد فينقسم إلى قسمين، مطابق وغير مطابق. مطابق لما في نفس الأمر اللي هو الاعتقاد الصحيح كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين، وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب كاعتقاد إيه؟ الكافرين. فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدعة. هات يلا كده الشرح، خلاص لخصنا الأمر. الشيخ محمد ربي ربنا يجزيه خير يعني حب إيه؟ رجعنا إلى أصل الموضوع عشان لما نكمل يبقى الكلام، يبقى القضية حاضرة فين؟ في الذهن. وإن كنا أكملنا أو لم نكمل فالأمر واحد بالنسبة لنا. يلا الحامي بالشرح، أنت كنت في الشرح دلوقتي اللي أنت هتروح للحاشية، أنت هتنزل تحت الخط. لا ما تكتفيش يا مولانا، وانا يعني باخد منين؟ انا مش منهم مش عاوز تربط. كمل جميل. 37 قوله ولا يرضى فاعله ضميره يعود على البالغ، وهو عطف على ان يعمل فكره اللي هو في صفحة 14. أي ويجب عليه ألا يرضى. صفحة 37. فاعله يعود على البالغ. فين البالغ؟ هو على البالغ أن يعمل فكره. ماشي. ولا يرضى لعقائده. إذا يرجع فين البالغ؟ صفحة 14. عندكم صفحة؟ أكتب إيه؟ صاد 14. صاد 14. أي ويجب عليه ألا يرضى لعقائده حرفة التقليد. يعني يجب عليه اللي هو البالغ يعمل فكره ولا يرضى. أي وجوب أصول الدين. لأنه إن رضي إذا معناه مش هيعمل فكره، وإن أعمل فكره لا يرضى. مش كده؟ فلا يكتفى بالتقليد. إيه نحن؟ ويجب عليه هات الرقم. ويجب عليه ألا يرضى، يعني أي وجوب
أصول. يجب الوجوب هنا وجوب أصول. ولذلك تاركه على رأي الشيخ يكون إيه كافرا ولا يكون آثما، لأن الوجوب هنا وجوب إيه أصول لا وجوب فروع. إيه الفرق بين وجوب الأصول ووجوب الفروع؟ أن تارك الواجب وجوب أصول يكون كافرا، أما وجوب الفروع يكون إيه مخطئا أو آثما. ويحتمل أنه مستأنف خبر لفظا إنشاء معنى، أي ويحتمل أنه الويه ولا يرضى أنه مستأنف خبر لفظا إنشاء معنى، يعني هو ولا يرضى دائما في اللفظ خبر، إنما في المعنى إنشاء، يعني لا يرضى. هل هذا يعني بيخبر ولا إنشاء؟ يعني كأنه يقول له لا ترضى، إياك أن ترضى، هذا إيه؟ إنشاء. وإن جاء في صورة أو إن جاء في لفظ الخبر قوله لعقائده جمع عقيدة بمعنى معتقدة، واللام بمعنى فيه، يعني عقيدة على وزن فعيلة معناها إيه؟ معتقدة مفعولة، يعني خلاص كده، أو معتقد بها أو معتقد فيها، حذف وإيصال. قوله حرفة التقليد الإضافة للبيان أطلق، يعني إيه الإضافة للبيان؟ حرفة التقليد يعني الحرفة اللي هي التقليد، كأنه المقلد ده صاحب حرفة. إيه حرفته؟ زي ما أسأل يا ابني أنت شغال ايه، يقول لك انا مقلد، انا سعدت المقلد، يبقى كانه بيحترف التقليد. طبعا احتراف التقليد حرفه يعني فيها سفاله، فيها نقص، خلاص كده حرفه. اطلق على التقليد حرفه في القصه لخسه مرتبه صاحبه، لان الخسه شان الحرفه، اي الصنعه، ده من اصحاب الصنائع، تلقاهم يعني كده في مرتبة، يعني مرتبة خسة، يمرمط صاحب الشغل، خلاص كده؟ قوله فإنها علة لقوله ولا يرضى، قوله في الآخرة أي لا في الدنيا، قوله أن الحكم الحادث المراد به هنا النسبة، يعني غير مخلصة، فإنها غير مخلصة لا تخلصه إيه من الخلود في النار في الآخرة، يعني الكلام في الآخرة مش في الدنيا. قوله أن الحكم الحادث المراد به هنا النسبة، وهي ربط المحمول بالموضوع إيجابا أو سلبا. وخرج، احنا قلنا الحكم ده مصدر يستدعي حاكم ومحكوم به ومحكوم عليه ونسبة حكمه، فهنا بيقول لك المراد به حكم الحادث المراد به هنا النسبة. ايه النسبة دي؟ ربط المحمول بالموضوع على جهة الايه الاثبات او على جهة النفي، اذا قال ايجابا او ايه، زي ما يقول زيد ليس نفي القيام ده هو النسبة الحكمية، او اثباته، زيد قائم زيد ليس به، يعني لازم نربط المحمول بالموضوع، نربط القيام بزيد. كيف نربط القيام في زيد؟ نجيب مثلا حبل ومكتف زيد لا، الربط هنا يعني معناه يعني ننفي القيام عن زيد او نثبت القيام لزيد. الاسناد، يعني الربط هنا معناه الاسناد، مفهوم؟ ها؟ وخرج بالحادث القديم وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، يعني هو يقول الحكم الحادث، فالحكم ايه، فخطاب الله تعالى القديم فلا يسمى حكما حادثا، المتعلق بأفعال المكلفين، فليس الحكم انه ينشأ على امور خمسه، يبقى كده المراد به الحكم الحادث.
أما خضاب الله لا ينشأ عن هذه الأمور الخمسة. والقديم أيضا لا ينشأ، اللي ينشأ هو الحادث. يعني مش معنى كده أنه خضاب الله تعالى ينشأ عن أشياء غير الخمسة، لا، لا ينشأ أصلا. فليس ناشئا عن واحد من هذه الخمسة، بل ليس ناشئا عن شيء أصلا. يعني لا ينشأ أصلا، ليس له نشأة، لأنه قديم. فالذي له نشأة هو الإيه؟ الحادث. ولقد علمتم النشأة الأولى. قوله ينشأ عن أمور، الأولى يتعلق به أمور، لأن النسبة يتعلق بها تلك الأمور. نعم، يعني كلمة ينشأ عن أمور، الأولى يتعلق به أمور، لأن النسبة يتعلق بها تلك الأمور. اللي هي إيه تلك الأمور؟ يعود على إيه؟ ها؟ تلك الأمور اللي هي الخمسة، قال الظن والشك والوهم. يلا. قوله وشك ووهم، قضية كلامه أن الشاك والمتوهمة كل منهما حاكم، بناء على أن الشك ينشأ أولا. العلم والاعتقاد والبرد مش ينشئ حكم ولا يتعلق بحكم، ينشئ. كيف ينشئ حكم؟ ما هي نفس التعلق. هو ينشئ العلم والبرد ينشأ، يعني ده ينشأ عن واحد من الخمسة، فيكون هو ناشئا. خلاص كده، مش منشئا. الحكم هو مجرد بالنسبة للناس. بالنسبة بس. والخمسة دي، الخمسة دي اللي هي ايه؟ اللي هي الإدراك، اللي هي التصديق. وهو ينشأ من الخمسة. ينشأ عن واحد منهم. وممكن وبعد ما عليه الأولى يتعلق به الأمور، يعني معنى كده هو عايز يبين نظر المقالة ولا ما تقرأ من أن الحكم، من أن مجرد النسبة نفسها ليست حكما. النسبة ليست حكم، ليست حكم. المتعارض، حكم المتعارض هو تصديق بالنسبة. التصديق بالنسبة، فالتصديق بالنسبة اللي هو بينقسم حسب تصديق جازم أو غير جازم. الخيل الخمسة. يدينا الخمسة يتعلق بهذه النسبة، هذه الخمسة تتعلق بهذه النسبة. نعم. قضية كلامه أن الشاك والمتوهم كل منهما حاكم، بناء على أن الشك، على أن الشك اعتقادان، على أن الشك اعتقادان تقاوم سببهما فيكون حاكما بهذا وهذا. لا على أنه التردد في الوقوع وعدمه، إذ لا حكم حينئذ. يعني عاوز أقول لك، لماذا أدخل الشك والوهم الشك؟ ومن باب أولى، إذا دخل الشك يدخل ما هو أدنى، لأن الوهم الشك ده استواء النسبة، إنما الوهم إدراك الطرف الإيه؟ المرجوح، مش الراجح. الراجح يبقى ظن. فإذا قال الشك حاكم يبقى من باب أولى إيه؟ إذا كان المتوهم حاكم يبقى الشاك من باب ايه؟ باب اول. بيقول لك قضية كلامه ان الشاك والمتوهم كل منهما حاكم. طيب كيف يكون كل منهما حاكم؟ قال لك بناء على ايه؟ على ان الشك اعتقادان تقاوم سببهما فيكون حاكما بهذا وحاكما بهذا. يعني حاكم بإيه؟ بالنسبتين، مش بنسبة واحدة. لا على أنه لو كان الشك هو التردد في الوقوع وعدمه، يبقى هنخرج الشك والإيه والوهم، هيبقوا ثلاثة فقط. فهمت كده؟ يبقى متى ندخل الشك؟ إذا كان يحكم بهذا الاعتقاد وهذا الاعتقاد، وحاكم بالاثنين، لكن في مقاومة بين سببيهما،
أما إذا كان الشك بمعنى التردد في الوقوع وعدمه فلا حكم حينئذ، لأن الحكم إما بوقوع النسبة أو إما بعدم وقوعها، وليس في التردد بين الوقوع والإيه وعدمه، فحينئذ لا حكم. وبناء على أن العقل يحكم بالمرجوح وأن الوهم منشأ الحكم لا على أن الوهم ملاحظة المرجوح. يبقى هو علل الشك، وهنا بيعلل لك الوهم، يعني عرفنا كيف دخل الشك في أنه حكم، مع أنه الشك معناه لا هو لسه متردد، لا حاكم، قال لك لا ده هو حاكم بالاثنين، بس المشكلة ايه في تقاوم الايه الأسباب، يعني هذا السبب يقاوم هذا، يعني مرة يحكم بذا ومرة يحكم بذا، بخلاف الايه الوهم. لما الوهم هنا ما فيش حكمين، ده الوهم إدراك الايه الطرف واحد اللي هو الايه المرجوح، لما في الشك إدراك الايه الطرفين. فدخل الوهم بناء على أن العقل يحكم بالمرجوح وأن الوهم منشأ الحكم لا على أن الوهم ملاحظة المرجوح. فلو كان الوهم هو ملاحظة المرجوح لا يدخل الوهم، مش هيصبح حكم. إنما إذا كان العقل بيد احتماله أن الطرف ده يبقى هو الحكم، يبقى هنا لاحظ العقل إيه الطرف المرجوح لا على إيه العقل حكم بالطرف الايه المرجوح، اما الوهم فقط لاحظه ولم يحكم به، يعني ادركه. قوله ثبوتا او نفيا اي انتفاء منصوبان على التمييز، اي من جهة ثبوته له او انتفائه عنه. قوله بذلك الحكم، إما أن يجد في نفسه الجزم بذلك الحكم، أي نسبة المحكوم به، أو ده الحكم، الحكم اللي هو إدراك النسبة، نسبة المحكوم به للمحكوم عليه. قوله هو الأول، الأول اللي هو إما أن يكون لسبب، هو ما إذا جزم بالحكم أي أدركه إدراكا جازما. يكون الجزم قوله ضرورة، نعم. يعني يا إما ضرورة، يعني ضرورة يعني إيه؟ يعني مش محتاج ليه لدليل، مش محتاج لبرهان، أو برهانا، يعني نحن بقوله إما ضروري يا نظري، يعني كلمة أو برهانا يعني أو نظرا. فإن الحاكمة ضرورة زي الواحد نصف الاثنين، وزي الأربعة نصف الثمانية، فإن الحاكم بثبوت النصفية، الحاكم بثبوت النصفية، الواحد نصف الايه، يعني ايه اللي ثبت للواحد النصفية، فإن الحاكم بثبوت النصفية جازم بتلك النسبة بسبب الضرورة اللي هي البداهة. قوله أو برهانا اللي هو زي الحكم بحدوث العالم، فالحاكم بتلك النسبة ليس بسبب الضرورة إنما بسبب الإيه البرهان. قوله أو برهانا نحو العالم حادث وكل حادث له صانع، ينتج العالم له صانع، فالحاكم بثبوت صانع للعالم جازم بتلك النسبة بسبب البرهان، مش بسبب الضرورة. قوله أو لا، أي أو لا يكون جزمه لسبب، بل لا لشيء أصلا أو لشبهة. يعني لا لشيء أصلا أو لشبهة. قوله وغير الجزم أي الإدراك للحكم إدراكا غير جازم، ده القسم الثاني. قوله الأول من قسمي الجزم، الجزم بالحكم لضرورة أو إيه؟ قوله الثاني الجزم
لا لضرورة ولا لبرهان بل ناشئ عن شبهة أو لا لشيء أصلا. قوله الأول من أقسام غير الجزم أي إدراك الحكم الراجح على مقابله، اللي هو إيه ده؟ أول قسم ده غير الظن. قوله والثاني أي إدراك الحكم المرجوح على مقابله، ده الوهم. قوله والثالث أي إدراك الحكم المساوي لمقابله بناء على أن الشك إدراك بسيط لا على أنه إدراك لمجموع شيئين أو أنه التردد في الوقوع وعدم الخلاف، لأنه لو كان كده هيحصل الخلاف السابق. قوله فالإيمان إن حصل أي إن تعلق به شيء من غير أقسام الجزم، فالمراد الإيمان الصوري بحسب الظاهر وهو العقائد كثبوت القدرة والإرادة لله. أما الإيمان بمعنى الإدعان المصاحب للاعتقاد الجازم المطابق الناشئ عن دليل فلا يتعلق به ظن ولا شك ولا وهم. وأقول لك هنا مطلق الإيمان، صورة الإيمان بحسب الظاهر، يعني زي النسب، القدرة ثابتة، الكلام واجب، الإرادة، الرؤية. أما الإيمان اللي هو المستقبل بمعنى الاصطلاح الشرعي إدراك الإيه؟ الإيمان بمعنى الإذعان المصاحب للاعتقاد الجازم، ده لا يتعلق به لا ظن ولا شك ولا إيه؟ ولا وهم. لما يتعلق به إيه؟ القسمين الأولين اللي إيه؟ الجزم، يا إما إيه؟ عن دليل أو التقليد. قوله الإجماع على بطلانه أي عدم الاعتداد به في خلوص صاحبه من الخلود في النار. قوله وإن حصل أي وإن تعلق به القسم الأول، يعني إن تعلق بالجزم. قوله وهو العلم أي مع الإذعان أي قول نفسي قبلت ذلك. قوله وأما القسم الثاني أي وأما إن تعلق به القسم الثاني الاعتقاد. قوله وهو الاعتقاد أي الجزم لغير ضرورة أو برهان. قوله مطابق لما في نفس الأمر أي علم الله أو اللوح المحفوظ. يعني هو بيفسر ليك معنى كلمة في نفس الأمر، إيه المراد به في نفس الأمر؟ يعني في علم الله أو في اللوح المحفوظ. والمراد بمطابقة الاعتقاد لما في نفس الأمر مطابقة متعلقه. يعني مش مطابقة الاعتقاد نفسه، هو الاعتقاد هو متعلق الاعتقاد. يعني مثل ما تقول إيه الله تعالى عالم، فهنا إيه ثبوت العلم لله؟ هل في نفس الأمر هذا المتعلق بالاعتقاد اللي عندك ده مطابق ولا مش مطابق؟ أما الاعتقاد نفسه لا يقال مطابق أو غير مطابق، إنما اللي يطابق متعلق الاعتقاد. وإلا فهو مباين. يعني لو كان نفس الاعتقاد يبقى مباين. قوله ويسمى الاعتقاد الصحيح أي الموافق لما في نفس الأمر وهو النسبة الخارجية، أي الموافق متعلقه النسبة الخارجية. وإن كان صاحبه كافرا، وإن كان صاحبه كافرا كما جرى الشارع يعني قال بعض، يعني ممكن واحد يكون اعتقاده صحيح وموافق لما في نفس الأمر. يعني مثلا واحد يعتقد أنه الشيخ زكريا دري ولي، وهو ولي مثلا في نفس الأمر أو في الواقع، يعني نوافق متعلق اعتقاده ما في نفس الأمر. وإن كان هو المعتقد في ولاية الشيخ زكريا هو نفسه كافر، خلاص؟ يعني مش لازم كل واحد صاحب اعتقاد صحيح يكون مؤمن، فكثير من الاعتقادات الصحيحة موجودة عند غير المسلمين لكن في جزئيات، لأنه الاعتقاد هنا موافقة. يعني زي مثلا أنا بعتقد مثلا في
وجود مدينة في العالم، الشرط يكون عقيدة دينية، أي شيء أعتقده ويوافق المتعلق بتاعه ما في نفس الأمر فيكون صحيحا وإن كان المعتقد كافرا لسبب آخر، مش كافر بهذا الشيء. يقصد اعتقاد المقلد صحيح في نفس صحيح موافق لما في نفس الامر، ولكنه عند الشيخ فاسد، يعني عند الشيخ عشان ما ينفعش، لا يكفي التقليد، عشان لا يكفي كما جرى عليه الشارع، الشارع جرى على ان المقلد كافر رغم صحة اعتقاد صحيح، بس هو يقول لك لازم يكون عن دليل مش عن تقليد، عن معرفة عن علم، فكون صاحب هذا الاعتقاد مؤمنا انما هو بحسب الظاهر. وقوله عامة المؤمنين جعلوه العامة مؤمنين بالنظر للظاهر، والا فهم كفار عنده. ماشي. قوله وغير مطابق، اي وغير مطابق متعلقه لما في نفس الامر. قوله كاعتقاد الكافرين أي الموجب للكفر، مش كده؟ أما اعتقادهم أن الواحد نصف الاثنين مثلا فمطابق، فالفاسد أجمعوا على كفر صاحبه وأنه آت غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد، يعني مش هتفرق معه، فبدل ما يتعب نفسه في الاجتهاد لا يخليه مقلد، كده كده مش هتجيب فايدة معه، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك من المبتدع. واختلف من اللي خالف من المبتدع يا شيخ؟ قول كده هنا في فالاعتقاد الفاسد قوله ايه اجمعوا على كفر صاحبه، يقتضي ان كل اعتقاد فاسد اجمعوا على كفر صاحبه، انه ليس كذلك اعتقاد المعتزلة أن العبد يخلق الآن، مش كل اعتقاد فاسد يعني، ففي إطلاق الشارع نظر، قوله وأنه إيه آثم لازم لما قبله أتى به لأجل قوله اجتهد أو قلد. قوله بخلاف من خالف فالقائل إن اجتهاد الكافر ينفعه، يعني هو الشيخ هنا السنوسي ساوى بين ايه؟ بين ال لا بين صاحب الاعتقاد الفاسد، يعني كفر صاحب الاعتقاد الفاسد، مش كده؟ سواء كان صاحب هذا الاعتقاد اللي هو الاعتقاد الفاسد مقلد او مجتهد، رجل يعني تبحر في الاجتهاد أو من الفلاسفة مثلا أو من الأساطين الغرب، كان عمل ده عن اجتهاد أفنى عمره يبحث عن الحقيقة فاجتهد، ولكنه حصل بهذا الاعتقاد اجتهادا اعتقادا فاسدا، يعني قاعد يبحث وما عرفش يوصل، فاعتقد عقائد فاسدة بس لم يعتقدها عن مجرد تقليد، وإنما الرجل تعب واجتهد، هل يعذر بهذا الاجتهاد؟ هل اجتهاده ينفعه؟ لا، بس خالف بعض المبتدعة وقالوا يعني فرقوا بين الكافر اللي هو معتقد اعتقاد فاسد عن تقليد، ده قالوا رايح في داهية لأنه ما تعبش، يعني شأنه شأن البهائم إنقاذ، أما الآخر تعب وبحث، فقالوا اجتهاد الكافر ينفعه، يبقى معنى كده يعني حينجو يبقى كده في حنرجع لكلام سيدنا الشيخ الله يرحمه، كان يعذر الفرق كلها، لكن الجمهور على انه اجتهاد الكافر لا ينفعه ولا يزيده إلا إلا ثبورا. واختلف يلا يا اجتهد، ايوه اجتهد،
بقول لك سواء كان مجتهدا او لا مجتهد. ايوه يا شيخ. واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد، فالذي عليه الجمهور والمحققون من اهل السنه. اختلفوا في الاعتقاد الصحيح، مش كده؟ الذي حصل بمحض التقليد. يعني الاعتقاد الفاسد ما اختلفوش فيه. اجمعوا اجماعوا الا المولى. اجمعوا. اما بالنسبه للاعتقاد الصحيح طبعا هنا ما فيش اجماع عليه. الذي حصف الجمهور والمحققون من اهل السنه كالاشعري والاستاذ والقاضي وامام الحرمين وغير من الائمه انه لا يصح الاكتفاء به في العقائد الدينيه. فرح قوي الشيخ، وهو الحق الذي لا شك فيه، وقد حكى غير واحد الاجماع على عليه، يعني على ذا. خلاص كده، ما دام تختلف ما فيش اجماع. وكأنه لم يعتد بخلاف مين؟ الحشوية أو الحشوية، تقرأ كده بالفتح الحاء وإيه والشين، أو بإيه؟ بإسكان الشين. الحشوية لما نقول الحشوية نسبة إلى الحشا، ولما نقول الحشوية نسبة إلى الحشو. خلاص؟ وكأنه لم يعتد بخلاف الحشوية وبعض أهل الظاهر، إما لظهور فساده وعدم متانة علم صاحبه، أو لانعقاد إجماع السلف قبله على ضده. وكلمة الحشوية دول احنا قلنا إيه؟ حشى الحلقة، إلا حشوية حشى، يعني كان جماعة أغبياء ما يفهموش كده، يقول خلوكم ورا، خلوكم قاعدين كده مع الإيه؟ في الحاشية كده. تمام، كمالة عدد كده. أما اللي هم بالإسكان ده زعموا أن في الكتاب والسنة ما لا معنى له، يعني قالوا أن القرآن والسنة فيها حشو، فيها حاجات ما لهاش معنى. تكملة كده عشان نكمل بها إيه؟ حشو. والشيخ الإمام السبكي رضي الله عنه في جمع الجوامع قال: ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للحشوية. ما فيش حاجة في القرآن زايدة أو يعني كده، لا، لا يجوز هذا خلافا للحشوية. ولا ما يعنى به غير ظاهره، يعني قال ما فيش في القرآن حاجة يراد بها غير ظاهرها إلا بدليل. خلاص كده، يبقى قال لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة خلافا للمين، يعني معنى كلامه أنه الحشوية جوزوا أنه يكون في القرآن والسنة حشو، حاجات كده لغو، جوزوا ذلك، بل قالوا بوقوعه. خلاص. وفي جماعة ثانية قالوا انه في القرآن الكريم فيه عبارات او ايات يراد بها غير ظاهرها. خلاص كده. والجمهور قالوا لا، لا يجوز ذلك الا بدليل، خلافا للمرجئة. المرجئة جوزوا انه يكون في حاجات لها معنى ثاني غير الظاهر من غير دليل. المرجع قالوا المعنى الظاهر مش مراد اصلا. وحصل ابن عرفة في المقلد ثلاثة اقوال: الاول انه مؤمن غير عاصي، يعني بعد ما حكى كلام العلماء قال ابن عرفة جاب ثلاث اقوال. ابن عرفة المالك، والكتاب بتاعه طبع، عارفينه؟ اسمه ايه بتاع ابن عرفة؟ المختصر الكلامي اسمه الشامي، غير بتاع ايه؟ الجويني. الشامي الثاني بتاع ابن عرفة وطبع وجاء عندنا، كان مش عارف موجود في معرض الكتاب، جبته؟ لو عاوز تشوفه تشوفه، انما تاخذ له حاجة لو بس رؤيته ممكن. ايه الاقوال الثلاثة؟ يعني في المقلد في ثلاث اقوال: انه مؤمن غير عاصي بترك النظر، ده احلى حاجة، مؤمن غير عاصي.
الثاني أنه مؤمن لكنه عاصم إن ترك النظر مع القدرة. ده القول إيه؟ الثاني. القول الثالث أنه كافر، ونصه يعني نص من هنا في شامله اللي هو اسمه المختصر الكلامي الذي حاذى به طوالع البيضاوي التقليد. اقرأ بلاش الحاشية، اقرأ عشان مش هنذكر فيها هنعيد ونزيد. لحد كم معاك؟ قال الشيخ ابن عرفة: التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم. ايه معنى التقليد؟ اعتقاد جازم لقول غير معصوم. خلاص بتعريف التقليد منهم من يعرفه بالعمل، خلاص بقول الغير. يعني في اللي يقول التقليد كده العمل، العمل لانه الكلام ده ايه يشمل الفروع، واحنا بنعمل بها، بنعمل قول ابي حنيفه قول مالك، واحنا ايه مقلدين، لا عارفين ابو حنيفه جاب منين ولا مالك، ماشيين كده وخلاص، فاحنا مقلده خلاص. مهما ادعينا علم لكن لا نخرج عن الايه التقليد خلاص، الا يمكن جزئيه قضيه، ما لا فيش حد يزعم الان ان هو ايه مجتهد. اجتهاد دلوقتي ممكن يكون في المجامع في الفقهيه في افراد يعني يندر وجودهم في الايه في الامه. فالكل مقلد، شاء من شاء وابى من ايه من ابى خلاص. يعني مفيش حد يعني يستطيع، المذاهب اربعه، حد يقدر يخلي يجيب مذهب خامس يعني يجتهد يعمل لنا مذهب جديد؟ السيوطي يا مولانا انا اجتهدت في درست مساله من مسائل الفقه، وفي النهايه انتهيت الى مذهب الشافعي، يعني برضو لما اخرج عن مذهب الشافعي لما خلاص مقلد. وان كنا بنسميه مجتهد، بس في فرق بين ايه بين المجتهد المطلق ده اللي مش موجود ده دورش عليه، وبين المجتهد الايه المقيد يعني في جزئيه ماشي كلنا كده في الحال دي مجتهدين، بس ايه نخطئ لا نصيب. ومنهم من يعرفه، يعني شفت كم تعرف للتقليد، العمل بقول الغير، ده زي ابن الحاجب عرفه كده، او الاخذ بقول الغير من غير دليل ابن السبكي خلاص كده. فاذا كان هو العمل فكيف يدخل في الاعتقاد خلاص كده. المؤذن ان لا دخل للعمل اصلا، والجواب ان العمدة هو الاعتقاد المأخوذ سواء عمل به، انه مش كل عقيدة يعني اهم حاجة انت معتقد هذا، سواء عملت به بما يقتضيه هذا الاعتقاد او لم تعمل. يعني في انسان معتقد وجوب الصلاه لكنه لا يصلي، مش كده؟ يبقى هنا معتقد ولكنه لا يعمل بايه؟ بما يوجبه هذا الاعتقاد. خلاص كده؟ لكن ما فيش حد بيصلي وهو لا يعتقد وجوب الصلاه. اذا كان ثلاثه ارباع المؤمنين يعتقدون وجوبها ولا يصلون، امال اللي هو مش معتقد ده من باب اولى، مش هيصلي ابدا ولا هيجي ناحيه المسجد. نعم؟ ماشي. رياء ده يبقى مش معتقد منافق. يبقى العمده في المساله هو الاعتقاد الماخوذ سواء عمل به او لا. خلاص كده؟ ضروره ان كثيرا من المقلدين يعتقد ولا يعمل. لفسق او ايه او غيره، والمراد بقول الغير ما يعم القول والفعل والتقرير، يعني انك تاخذ بايه بقول غيرك، المراد بكلمه قول يعني بقوله او فعله او تقريره، وليس بقوله يعني بايه بكلامه. يلا يا مراد. التقليد اعتقاد جازم لقول غير معصوم. ولماذا قال بقول الغير؟ يعني ليه حط كلمة ايه؟ الأخذ أو العمل أو إلى آخره.
قالوا لأنه قيد بالغير حتى يخرج ما لا يختص بالغير كالمعلوم من الدين بالضرورة، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنا متابع له، في هذه الحالة لا يقال إيه مقلد. ليه؟ لأن هذا يعم الغير، يعني الغير وغير الغير، يعني كأنه هو نفسه داخل فيه، فلا يعتبر آخذا بقول غيره، ما هو نفسه ضرورة أدركته هو. نعم. فهمت ذي؟ يعني مثلا أمر معلوم من الدين بالضرورة وأنا أخذت به، فلا أكون مقلدا لأن هذا ليس خاصا بالغير بل أنا نفسي دخلت فيه. مفهوم يا شيخ السودان؟ فاهم ذي؟ لأنه المعلوم من الدين بالضرورة لا يختص بالغير، ده كلنا إيه علم لنا. ها؟ آية لواحد يعتقد أن الصلاة واجبة فلا يكون في هذا الاعتقاد مقلدا لأنه اتبع المعلومة من الدين بالضرورة. فيخرج اعتقاد قول الرسول والإجماع. طب إيه رأيك يدخل في التعريف اعتقاد قول الرسول؟ هو أنت الرسول، اعتقاد قول الغير، فأنت لو اعتقدت قول الرسول ده قول غير ولا مش قول غير؟ أو دخلت مع أنك اعتقدت قول رسول أصبحت مقلدا. فقال إيه؟ ويدخل في التعريف اعتقاد قول الرسول فيما لا يصح الاستناد فيه إلى السمع، لأنه ما جاء به الرسول ينقسم إلى قسمين، إما ما لا مجال للعقل فيه اللي هو عن طريق السمع، فلو أخذت هذا عن الرسول مقلدا لا تكون مقلدا لأنه ده ما فيش مجال فيه إلا التلقي من مين. أما لو اعتقدت قول الرسول في الأمور العقلية يبقى في هذه الحالة تكون مقلدا لأنك ألغيت أعمال الفكر والعقل. يعني زي إيه؟ زي وجود الله تبارك وتعالى. يعني لو قال لك الرسول الله موجود وانت قلت يبقى كده انت ايه مقلد، لانه المسألة دي مسألة تدركها بالعقل، انما مسألة البعث والحشر والنشر لو انا اعتقدت فيها قول الرسول لا اكون مقلدا لانه العقل اصلا لا يدرك السمعيات. واضح؟ اما العقليات، يعني عاوز اقول لك اعتقاد قول الرسول في العقليات لا يخرجك عن التقليد، انما يخرجك عن التقليد اعتقاد قوله بايه؟ ها؟ في السمعيات، لانه السمعيات مش هنعرف نجيبها بعقل، مش هنجيبها غير عن طريق. يلا. يعني مثلا الجنة النار الميزان اسمها الحور العين، عارفها كيف بعقل انه في حور عين في الاخر، عذاب القبر، ففي الحالة دي يجب علي اخذ من قلبي كده قول الرسول هو الدليل، انما الثانية الدليل فيها العقل، فلا يخرجك اتباع الرسول عن كونك مقلدا. فهمت ولا مش عارف؟ مفيش حد كل حتى في في في, في الرد مقلدين، ما هو كله مقلد. ها زهرة معك انت، انما مساكينه فهمتوها انت؟ فهمت يا شيخ بلحة؟ الحمد لله. يعني يا انت 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 فهم يعني الامور العقليه اللي هي لا يتوقف عليها المعجزه تقدر تجيبها بعقلك، فقالك ما تسيب العقل هنا ولا تعمل الفكر وتاخذ بقوله قلت كده مقلد، لانه كان ممكن تفهمها الوحدانية والحاجات اللي لا يتوقف عليها بالعقل. اما الامور السمعيات التي لا يصل فيها العقل الى شيء، يبقى هنا في اعتقادك او في اخذك بقوله، اخذك بقوله هو الحجه وهو الدليل، انما هناك الحجه فيها ايه؟ الدليل فيها ايه؟ لا يستدل. مش احنا قسمنا من الصفات ما لا يستدل عليه الا بالعقل؟
ومنه ما يستدل عليه ايه الا بالسمع، ومنه ما هو مختلف ايه فيه. اه ده نفس الحكايه، في اشكاليه فيها ولا حاجه؟ يعني في حق، ده في حق من التقى الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حقنا نحن. هي واحد، ما هو واحد، هو الامر واحد. ما هو الرسول نفسه امر بالتفكر، وقال للناس يا اخواننا انا هقول لكم حاجه وتغمض عينكم وتمشوا وراي من غير قل ان قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. ما حدش يمشي وراي من غير ما يكون عارف انا رايح فين، مش تمشي وراي وخلاص كده. الرسول نفسه قال كده، قال على بصيره، وقال ايه انما اعظكم بواحده مثنى ثم تتفكروا. ما تجوش كده معايا وخلاص، ما بصاحبكم من ايه من جنة. في ناس الغريب ما يرضاش يفكر خالص، رغم انه عنده الاهلية يقول لك ايه وانا اتعب نفسي ليه، ما انا مش هفكر، انا يفكر لي. هو مش عايز يتحمل تبع المسؤولين. لكن هو هنا الشيخ قال قول غير معصوم مين؟ ما هو لا يقصد بها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الايمان، في مسائل الايمان مش في السمعيات. بكده كلام الرسول الشيخ ماشي. يعني هو هنا شو بيقول لك ايه؟ خد كده العباره انت بتقول كده؟ اعتقاد جازم لقول غير معصوم. قول غير معصوم في ايه؟ في المسائل العقليه. قول غير معصوم. غير معصوم خلاص يقصد بها الايه؟ المسائل العقليه. العقليه. اما المعصوم هنا عشان في سمعه وفي عقله فما سكت عنه ما تكلمش. فيخرج اعتقاد قول الرسول والاجماع ومعرفه مدلول الشهادتين والمعاد والفتنه اما بدليل اجمالي معجوز عن تقريره وحل شبهه او تفصيلي مقدور عليهما فيه. ففي إيمان ذي التقليد فيهما لا مع عصيانه بترك نظره إن قدر أو معه ثالث وهو كافر، مش كده؟ طب خلاص كده كافر. خلينا على صفحة 40، ادينا زحزحنا شوية. كنا في صفحة 47. يبقى إن شاء الله المعاد انتهى. يوم الأربعاء، بس إيه؟ من 4:45 قبل المغرب بساعة. قبل المغرب بساعة، يعني من 4 إلى 4:30 خلاص. لا تتأخروا إلى صلاة المغرب، وليبلغ الشاهد منكم الواحد. والحد الجاي ما فيش، والأربع الجاي فيه. ما انت مالك يكون فين؟ انا اقول مش جاي وخلاص، لو في حد محتاج حاجه ولا حاجه. انا عشان انا رباني بقول لك قلوب ما تكونش على خط التحركات. اللهم صل افضل صلاه على اسمك ومرضك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون رضوان عن اللهم صل افضل Allah.